ديما مع بعضنا 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 عسلامة ومرحبا بكم في العدد 39 من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. إذا ما زلتم ما اشتركتوش معنا ماذا بينا تبدأوا بالاشتراك والضغط على زر الإشعار باش توصلكم حلقة جديدة من ديما مع بعضنا كل نهار جمعة. وإذا تحبوا تشاركوا معنا نجموا تبعثوا لنا بمداخلات ما يتجاوزش طولها 4 دقائق على الواتساب 98 6 9 6 4 9 4 مسبوقة بتعريف صغير بأنفسكم ومرحبا بكل المساهمات. ومن غير ما نطول عليكم نمر مباشرة لقيد صحة. مرحبا بكم في قيد صحة. بعد دخول تونس في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا وملاحظتنا كون الوضع الوبائي في تونس أصبح دقيق جدا وحرج جدا، اليوم لقينا روحنا مجبورين باش نزيدوا نحكيوا على فيروس كورونا، وبالتحديد باش نحكيوا على عامل من العوامل اللي ساهم في انتشار الفيروس وفي ارتفاع عدد الوفيات. العامل هذا هو التدخين. كيفاش التدخين يساهم في انتشار فيروس كورونا؟ أولا السلوك الأوتوماتيكي للمدخن. عادة ما المدخن يرمي باك الدخان ويرمي البريكية فوق الأسطح، يعني بيرو طاولة، والأسطح هي من الأماكن اللي يعيش فيها الفيروس، دونك يولي عرضة لانتقال الفيروس. المدخن تقريبا يتنفس بين 8 و10 أنفس في كل سيجارو، وكل فاي فيا ما بين السوندريي وما بين وجهه يخلي انتشار العدوى ممكن جدا، لأنه ينجم يلامس السوندريي، ينجم يلامس الطاولة، ويده تقرب برشا من فمه وتقرب من خشمه. المدخن في كل مرة بشي يدخن فيها بش ينحي البافيت، دونك بش ينحي عنصر من أهم عناصر الوقاية وهو الكمامة. عادة ما المدخن يكون من رواد المقاهي، دونك باش يقعد في إطار المجموعة، باش يستعمل حاجات مشتركة، مثلا البريكية ينجم يستعملوها العديد من المدخنين واللي جالسين مع بعضهم، باش يستعمل مثلا باك الدخان ينجم يعطي لحد ياخذ منه، هذايا باش يكون زادة من العناصر اللي تساهم في انتقال العدوى. النجم يكون في إطار المجموعة، دونك ما يحترموش التباعد الجسدي. عادة المدخن يكون كما قلت من رواد المقاهي، وتوا احنا داخلين على فصل الشتاء وباش تكون المقاهي مغلقة، يعني الهواء اللي فيها كونفيني، دونك باش يعاودوا يتنفسوا نفس الهواء، وهذا من شأنه باش يكون من الأسباب اللي تساهم بشكل كبير في انتشار العدوى. كيف ما لاحظنا أنه الأماكن المغلقة كيف الحانات وكيف المقاهي وكيف الديسكوتيك، وهذا عادة ما يكون الهواء محصور فيها ويكون نعاودوا نتنفسوا نفس الهواء، دونك الفيروس قاعد عايش فيها. والفيروس أيضا يحب الأماكن السخونة اللي هي مسكرة، دو تيل فاسون يولي هذا المكان هو مصدر لانتشار العدوى. ثانيا قلنا أنه التدخين هو عامل من العوامل اللي يساهم في ارتفاع عدد الوفيات. هو أهم شيء الفيروس يأثر على الجهاز التنفسي، وعادة ما المدمن على التدخين يكون عنده مشاكل في الجهاز التنفسي، وبذلك يولي عنده انسداد الأكسجين والنقص في الأكسجين، يكون عادة يشمل الناس المدخنين، وهذاك علاش يكون خطر الموت قريب من المدخن بقلة نسبة الأكسجين. الفيروس يأثر على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، والتدخين من شأنه يحدث العديد من الأمراض المزمنة، وهي خاصة انسداد الشرايين، مشاكل في القلب، مشاكل في الكبد. معناها عادة ما التدخين يأثر بشكل مباشر على هذوما، والفيروس من شأنه أيضا أنه يأثر على الحاجات هذية. ولاحظنا أنه الفيروس يعمل تخثر الدم، يعني يقرب من الجلطة،
وايضا التدخين هو يخثر الدم، دونك باش يولوا العاملين يعني عامل التدخين وعامل الفيروس يولي يسرع في الجلطات ويسرع في الجلطه القلبيه والجلطه الدماغيه، وهذا من شانه انه يرفع في نسبه عدد الوفيات. وحاجه اخرى نحب نلاحظها كونه التدخين في حد ذاته هو تقريبا يساهم في موت 8 ملايين نسمه في السنه، فما بالك وقت اللي يكون تدخين ومعه فيروس الكورونا، واحنا امام فيروس جديد وكل مرة تظهر عوارض جديدة وكل مرة تظهر معناها ديسيكال جدد يخلي الوسمة متاعه ويخلي أسباب أخرى وراه الفيروس. على هذيك نبتعدوا عن التدخين وإن شاء الله في حلقة أخرى. معلومة لايت. مرحبا بكم من جديد في معلومة لايت. معلومة لايت لليوم اللي اخترنا باش نحكيو فيها على أهمية المكاتب وإلا الأجياب كما يسميوها بعض الناس، واللي ما نجموش نستغنيو عليها هالأيامات، خاصة أنه يلزمنا نحميو رواحنا بالمناديل الورقية بالكمامة وبالجيل، وما ننساوش بالطبيعة الهاتف الجوال، حاجات ممكن يستوعبوها الأجياب متاع لباس الرجال، لكن ماهيش حاجة سهلة بالنسبة للنساء، وفي معظم الأوقات تستوجب استعمال الحقائب اليدوية. هيت نشوفوا علاش هالتمييز القائم على الجنس اللي نجمو نكتشفوه من خلال الرجوع لتاريخ تصميم الملابس وخاصة الأجياب. في القرون الوسطى كانت المكاتب كيف كيف بالنسبة للنساء والرجال، كبيرة وخارجية وتستعمل للأشياء اللي يحملوها بالطبيعة كل واحد حسب طبيعة العمل المتاعه. المرأة بالذات كانت تحط فيها الخيط والإبرة وكل مستلزمات الخياطة، والراجل للأشياء اللي باش يستعملها في العمل اليومي، لكن ما كانش فما أي فرق ما بيناتهم. وبدأت الفروق تظهر في القرن 17 وقت اللي ولات البدلات الرجالية فيها الأجياب، لكن هذا ما قبلوش تطور الملابس النسائية اللي بقات تحمل أجياب لكن صارت داخلية وغير بارزة. وفي بداية القرن 19 وبعد الأفكار التحررية اللي جت بها الثورة الفرنسية، حاولت بعض النساء تغيير شكل الهندام وخاصة في علاقة بالأجياب، لكن قوبلت هالمحاولات هذه بصد كبير على أساس أنه هالمكاتب هذه ممكن استخدامها في تبادل الرسائل الغرامية وإلا في توزيع المناشير، لكن النساء ما وقفتش مكتوفة الأيدي، واصلت نضالها من أجل تغيير شكل الهندام، وتكونت حتى جمعيات في هذا الأساس. وفي بداية القرن العشرين ومع ظهور الفكر النسوي، برزت البدلة النسائية اللي تحمل 6 جيوب ولونها أبيض، وهذه حاجة تعتبر جديدة، خاصة أنه إذا كان ثبتوا أكثر في البدلة الرجالية تلقى فيها أجياب داخلية لوضع حافظة النقود وخارجية، وكذلك جيب في أعلى يسار البدلة عادة ما يكون بارز منه قلم لإبراز أنه الشخص متعلم. وحتى أكبر مصممي ومصممات الأزياء انخرطوا في هالتمييز في علاقة بالأزياء. مصمم الأزياء الشهير كريستيان ديور سنة 1954 صرح أنه الرجال في حاجة للأجياب لحفظ الأمتعة، لكن الأجياب في ملابس النساء هي مجرد ديكور. وحتى كوكو شانيل في لباسها البسيط والأنيق اكتفت بجيب سوري يحمل 2 أزرار وسلسلة، وكأن المرأة ليست في حاجة لأي جيب من الأجياب. وبالرغم من التغيرات الكبيرة اللي صارت على شكل وحجم الأجياب في ملابس النساء، إلا أنه تبقى عادة معاطف وبدولات النساء خالية من الأجياب الداخلية اللي ممكن نوضع فيها حافظة الأوراق أو النقود، وكذلك تقتصر على أجياب صغيرة وتكاد لا تحوي أي شيء. وهكا نشوفوا اللي بعض التفاصيل اللي تبان صغيرة وبسيطة ممكن تكون
تكون عندها خلفيات بعيدة، وهذا ما انتبهت له هيلاري كلينتون وقت اللي وقع اختيارها لتنوب الحزب الديمقراطي بلباسها لبدلة بيضاء كرمز للحركة النسوية دون أي جيوب لتقول أنه ليس عندها ما تخفيه، وكذلك لتترفع عن الانتماء لأي من الماركات العالمية. وهكا نفهموا اللي بالمكاتب نجموا حتى نعديوا الرسائل السياسية. الجيوب اللي كثيراً ما اختفت في الملابس متاع النساء باش تعبر على أنه هالنساء هذوما لا عندهم حق لا في الملكية ولا في الموارد المالية ولا حتى في الميراث اللي باش نتحدثوا عليه في فقرتنا الموالية أعرف حقك. مكتوب يا مكتوب، مكتوب يا مكتوب، عذاب شلاحي يا مكتوب، يلا قدم ولا وخر، يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب. أعرف حقي. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إذن شرح أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية، وكنا قد توقفنا الحصة الفارطة في الفصل 88. ننطلق الآن في الباب الثاني المتعلق بالوارثين. هذا الباب تضمن أولا الفصل 89، وهذا الفصل حدد أنواع الإرث التي أقرها المشرع، وهي إما الإرث بالفرض أو الإرث بالتعصيب. وهنا يجب أن نتوقف لكي نبين ما ترى على مجال الأحوال الشخصية من تغييرات. أولا، الفرض هو سهم مقدر للوارث في التركة، وهذا ما عرف به الفصل 91 الفرض، يعني أن هناك منابا محددا يقع تقديره من قبل المشرع لأصحاب الفروض. أما التعصيب فهو نوع من الإرث يستحقه جملة معينة من الورثة، ويقوم على عدم التحديد، بمعنى أنه ليس كأصحاب الفرض هناك سهم معين أي مقدار معين للعاصب في التركة، وإنما العاصب يأخذ إما كل التركة إن كان منفردا، أو يأخذ ما أبقت الفروض فيكون من نصيبه، بمعنى أننا نعطي لأصحاب الفروض أسهمهم أي مناباتهم التي حددها المشرع، وما بقي نعطيه لأصحاب التعصيب. وفي الحقيقة هذان النوعين يخفيان نوعا ثالثا، هذا إلى حدوث سنة 1956، وهو أن هناك من يمكن أن يرث إما بالفرض أو بالتعصيب، كما يمكن أن نجد من يرث بالفرض والتعصيب جمعا بينهما، وتحديدا هما نوعان من الورثة. الأب أولا يمكن أن يرث بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا، وأيضا الجد يمكن أن يرث بالفرض ويأخذ الباقي تعصيبا. وفي سنة 1959 أدخل المشرع نوعا آخر أو آلية أخرى يمكن بواسطتها أن يقع استحقاق الميراث، وهي آلية الرد. فيكون إذن انتقال الميراث إما أن يكون هناك صاحب فرض أو تعصيب، أو صاحب فرض وتعصيب، أو صاحب فرض ورد، يعني أن المشرع سنة 59 قد خول لأصحاب الفروض أن يتحصلوا على كامل التركة في صورة ما إذا لم يوجد أصحاب تعصيب، وذلك بموجب آلية الرد التي تنازل فيها صندوق الدولة عن حقه بالنسبة للميراث. وهنا نتبين أن المشرع قد ضبط أنواع الإرث في الفرض أو التعصيب، أو الفرض والتعصيب، أو الفرض والرد. ثم بعد تحديد أنواع الإرث قام المشرع ببيان الأشخاص المستحقين للتركة، وهؤلاء الأشخاص هم أصلا إما من القرابة أو من الزوجية، وعددهم الفصل 90 في الآتي: أولا من الرجال الأب والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى، يعني أب الأب، أب أب الأب، أب أب الأب، وهكذا صعودا. ثم الإبن وإبن الإبن وإن سفلا، يعني ابن الإبن أو ابن ابن الإبن أو ابن 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 الإبن، وهكذا نزولا. والأخ سواء كان شقيقا أو لأب
أو لأم، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق أو لأب، والزوج. أما الوارثات من النساء فهن الأم والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر، يعني أم الأم، أم أم الأم، أم 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 الأم، وهكذا. ثم الجدة للأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب، يعني أم الأب، أم أب الأب، أم أب أب الأب، وهكذا. والبنت وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى، يعني بنت الابن، بنت ابن الابن، بنت ابن 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 الابن، وهكذا. والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم والزوج. الفصل 90 الذي عدد الورثة هو فصل دقيق حدد فيه المشرع من لهم الحق في الميراث من القرابة أو الزوجية، بمعنى خارج هذه القائمة الحصرية للورثة لا يمكن لقريب مهما كان أن يكون من أصحاب الميراث أو أن يتحصل على جزء من التركة بموجب الميراث. يعني أن هناك قرابة قريبة مثل الخال أو الخالة أو بنت الأخ، ولكنهن ليسوا من الورثة، ولم يقم المشرع بتعدادهم صلب هذه القائمة الحصرية، وبالتالي لا يتحصلون على أي مناب من الميراث. وهنا نتبين أن المشرع عندما حدد بالفصل 89 أن الورثة إما أن يكون صاحب فرض أو صاحب تعصيب، قد قام بالفصل 90 بتحديد قائمة حصرية لمن لهم الحق في أن يرث إما بالفرض أو بالتعصيب، وخارج هذه القائمة الحصرية لا يمكن لأي كان أن يتحصل على مناب من التركة بموجب الميراث، يمكن أن يتحصل على جزء من التركة بموجب الوصية الاختيارية مثلا، ولكن لا يمكن أن يكون من أصحاب الميراث. وهنا نتبين أن المشرع قد أقصى نوعا من أنواع القرابة ولم يجعلها ممن يستحق الميراث، وهذا النوع يسمى بذوي الأرحام، يعني أن ذوي الأرحام هم القرابة التي لم يعترف لهم المشرع بالحق في الميراث، بمعنى أنه ليست كل قرابة يمكن أن تؤدي إلى استحقاق الشخص بالميراث، وإنما القرابة التي تستحق جزءا من التركة هي فقط من اعترف لهم المشرع بهذا الحق، وخارج هذه القائمة لا يمكن أن يقع إعطاء أي جزء من التركة بموجب الميراث لغير هؤلاء. وهذا الحل في الحقيقة استوعبه فقه القضاء وقضى به، رغم أن هناك بعض القرارات النادرة إن لم نقل شذت على منطوق هذا النص وفهمه الصحيح، قرار تعقيبي وحيد وقرار استئنافي هما اللذان أخطأ في تحديد هذه القائمة، واعترف هكذا بأن بعض ذوي الأرحام يمكنهم في صورة انتفاء الورثة مطلقا أن يتحصلوا على الميراث. وهنا نأتي إلى السؤال الموال، إذا لم يكن هناك ورثة إطلاقا ووجد أحد من ذوي الأرحام، كان تكون هناك تركة ويترك الهالك من ورثته إلا ابنة أخ مثلا، هل لها الحق في الميراث؟ الجواب قطعا بموجب النصوص الموجودة بمجلة أحوال الشخصية ليس لها الحق في الميراث. لماذا؟ لأن الميراث في هذه الحالة سيعود إلى صندوق الدولة، لأن المشرع لم يعترف لبنت الأخ بالحق في الميراث ولم يعتبرها من ضمن القائمة الحصرية التي أوردها المشرع لكي تكون صاحبة فرض. ثم بعد ذلك قام المشرع بتحديد أصحاب الفروض صلب الفقرة الثانية من الفصل 91 وقسمهم إلى رجال ونساء. فأصحاب الفروض من الرجال هم، وعندما نقول أصحاب الفروض يعني الورثة الذين حدد لهم المشرع جزءا من التركة في إطار تحديد مناب، فيقول المشرع هذا يستحق الثلث أو الربع أو السدس أو الثمن وهكذا. أول الرجال الذين يستحقون الميراث بموجب الفرض هم الأب والجد للأب وإن علا، والأخ للأم، والزوج. أما من يستحق التركة بالفرض من النساء فهن الأم والجدة والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة. ونواصل إن شاء الله في المرة القادمة تحديد ما تستحقه وما يستحق كل هؤلاء الورثة بالأسهم وبيان بعض الفرضيات التي يمكن أن تطرح إشكالا. ميديتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات متابعي فقرة مينيتك. في مينيتك اليوم كما حدثتكم الأسبوع الفارط عن الكيفية العامة لإدارة الحاسوب، هذا الأسبوع سنتحدث على كيفية تصفح الأنترنت والمواقع عن طريق قارئة الشاشة. بعد ما يتم فتح الجهاز وبعد ما نفتحه قارئ الشاشة متاعنا، واللي الاستعراض هذايا باش نقوم به عن طريق برنامج جوز، سنضغط على Windows D ثم سنتحرك بحرف J حتى نستمع إلى جوجل كروم، وهو المتصفح الخاص بجوجل، والأفضلهم نتحرك حتى نستمع إلى جوجل. نقوم بالضغط على Enter Entry أو الدخول. افتح معنا موقع google.fr وهو محرك البحث الأكثر استعمالاً والأكثر شهرة في العالم. لما فتح معنا google.fr مباشرة تم توجيهنا إلى مربع البحث. على سبيل المثال سندخل إلى صفحة الفيسبوك الموقع المصغر، فنكتب M بازيك M B A Z E C point Facebook facebook.com ثم نضغط على Enter. نتحرك بحرف T حتى نتنقل بين العناوين. لما نستمع إلى Resultat de Recherche نتحرك بالسهم الأسفل. بازيك فيسبوك، نقوم بالدخول عن طريق المسافة أو عن طريق الأنتر. والآن وجهنا إلى فيسبوك الصفحة المصغرة. هذا المثال ينطبق على معظم المواقع تقريبا. مثلا لو نريد الذهاب إلى محركات البحث مباشرة نضغط على حرف E. هذا مربع البحث. لو نريد نشر منشور على الفيسبوك نضغط E مرة أخرى حتى ينتقل بنا إلى مربع الكتابة الموالي. إكرير une publication، نقوم بالضغط على المسافة. كما شفت سمعنا الصوت هذايا، والآن نكتب ما نريد كتابته. على سبيل المثال سنكتب Bonjour à toutes et à tous، إن شاء الله مولد مبروك. كتبنا بونجور يا توتي يا توس، إن شاء الله مولد مبروك. على يسار الآ هنالك زر اسمه التاب، نقوم بالضغط بوتون بوبليي، نضغط على المسافة أو الأنتر، سيقوم بنشرها على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك. الآن لو نريد الرجوع إلى أعلى الصفحة سنضغط على Control والموجودة في الزاوية السفلى على اليسار، نبقى نازلين على زر الكنترول ونضغط على الأوريجين في الحواسيب التي تحتوي على بافي نوميريك موجودة في رقم 7، يعني Control Origin فيسبوك. ولا سمعنا فيسبوك، يعني عدنا إلى أول الصفحة. الآن سنتحرك بالأسهم الأعلى والأسفل. فيسبوك لوجو ستعيد توجيهنا إلى الصفحة الرئيسية. ننزل بالسهم الأسفل. هذا مربع البحث، البحث عن شخص معين أو عن صفحة معينة نكتب هنا. بالطبع قبل الكتابة يجب أن نضغط إسباس، نكتب ثم نضغط على تاب إلى ريشيرشي بوتون. ثم هنالك عدة روابط. أكوي وهي صفحة الاستقبال. بروفيل وهي الصفحة الخاصة بي. مساج أو الرسائل التي استلمتها. نوتيفيكاسيون وهي الإشعارات المتأتية من الفيسبوك. وديسكسيون انستانتاني هي المحادثات الوقتية، يعني الأشخاص المتواجدون حاليا. لو نريد التحرك بين المنشورات وقراءتها نضغط على T. كما شفتوا بسام يوسف تونيزي أنونس إكسبريس، ننزل لنقرأ البوبليكاسيون شنو فيها.
كما شفتوا ميت تيتر دو نيفو 3,200,000 هذيك محتوى البيبليكاسيون وتحتها بالضبط وقت نشرها ثم ننزل جيم لو نضغط سيقوم بوضع اعجاب للمنشور رياجير لو نريد ان نضع بالرياكسيون لموجودين على الفيسبوك ثم ننزل مره اخرى دو كومونتير نضغط هنا لو نريد قراءتهم واضافه تعليق اخر. في اخر حاجه باش تشوفوها في استعراضنا اليوم هو كيفيه غلق الحساب الفيسبوك. نضغط على كنترول فان واللي موجوده في مكان الواحد كنترول تو الناس كل اللي نعرفوها ليحولنا الى اخر الصفحه. كما سمعتوا رتور اون او دو لا باج. نضغط على السهم الاعلى ديكونيكسيون نعطيك اسم الحساب وديكونيكسيون لو نقوم بالضغط على انتر سيقوم بغلق الحساب. Voilà, لكي لا نطيل كونكلوزيون شنو عملنا شفنا كيفاش نتصفحوا الانترنت جينيرالمون بالحاسوب من خلال برنامج جوز واللي نعاود نفكركم اللي طريقة النافيغاسيون ما تختلفش برشا بين جوز وانفيديا. كمثال موقع فيسبوك الصفحة المصغرة والمتلائمة شفنا كيفية الوصول إليها شفنا كيفية التعامل معها كيفية التعامل مع متصفح جوجل كروم وكيفية استعمال محرك البحث جوجل. انتظرونا في الحلقة القادمة مع شرح جديد وفي أمان الله نلقاكم يوم الجمعة المقبل. إلى اللقاء. باي باي. في الأمان. وبنهاية فقرة ميني تيك نكون وصلنا لنهاية العدد 39 من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. نشكركم برشا على الاستماع ونذكركم بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، لبس الكمامات، استعمال الجيل المعقم وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار باش تحافظوا على صحتكم وصحة الناس العزيزة عليكم. مع أجمل تحيات فريق الإعداد هدية بالحاج يوسف من مركز كوثر، حاتم العكرمي في الإشراف التقني ومحدثتكم بسمة السوسي من جمعية إبصار. إلى اللقاء يوم الجمعة.